استنى بس احط الحزام اهو. بالراحه. روحي يا منى عند اخواتك يا حبيبتي، الاكل خلص. لما اخلص اللي في ايدي. بالراحة بالراحة يا بنت، هتقطعي شعري. ماشي يا زيزي. خلاص خليك انت بقى وانا اروح انا ليهم. ما بلاش المشوار ده. انت يا واد يا سايق، اطلع يا واد قبل الطريق. وده الشغل يا بنت، ضربة واحدة ونخلص. طب خد الواد بلال معايا. ما ينفعش. فين الشنطة؟ هي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع عنه كلب. ايه ده؟ ما تخافيش، ده اوان تصوت بس اهو يخوف. هات الشنطة. ايه ده؟ سلامة الله يا اخويا، ربنا يستر طريقك. ربنا يوفقك يا رب. ايوه حبيبي. لا اطمن، المراكب لسه واصله، حاجه طازه كاستره. ايوه. ده كلام برضه يا رجاله. اول يوم اجي لكم القسم تنزلوني ماموريه وش على طول كده؟ انت لسه شفت حاجه؟ الدايره صعبه ابو صلاح. لا 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 يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ اوف 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 اوف. حاضر. هو مال الموت بالحوم حوالين الحارة كده؟ خش انت حمل كراسي علشان توديه لعمك سعيد. يا عباد الله، وحيد الله. منصور ابو سعيد، رئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه. يا خرابي يا خرابي يا اختي، رئيس الجمعيه. يا بنت جوازتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية، ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ قومي يا اختي، قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. تفرش بك حارة ولا نص حارة؟ لا حاجة عدية كده. طب يلزمك بوفيه؟ عمنا بوفيه من الحزنون، هو موت وخراب ديار. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد، شد على الله يا استاذ. والله بالله مش عايز أي حاجة، أي خدمة، أي مساعدة. خيرك سابع يا استاذ سلمان. هتدفن امتى إن شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي من البلد. وماله؟ مع ان اكرام الميت دفنه، احنا عندنا بكره بطوله، هيروح في ميعاده باذن الله، ملناش دخل في كده. طب يا اسطى هشد انا؟ ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي. هشد انا؟ الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقت كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوه الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجارة، احترم القرآن يا أخي، ارمي السيجارة دي عيب. صح. يا لهوي! يا الله سبتني البيت! سبتني البيت! عيب اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنتي، حرام عليكي كده، حرام! بنته يا أستاذ تمام، بنته! بس بس يا أستاذ، وحد الله، قول يا رب كل الله الباقية في حياتك. أبويا يا أستاذ تمام، أبويا! أستاذ يا سعيد، وصل طولك، أمال ما تفرجش الناس عليك. يا
اله الا الله. دعم لله يا اخوي، دعم لله، وحدوا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه. قلبه كان حاسس، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضرة واسعة. اسكتي ما تقوليش ده حاجة حلوة قوي. والنبي والنبي ده في منزلة عالية 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 في الجنة ونعمة يا حبيبي، في الجنة ونعمة يا اخويا، في الجنة ونعمة يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ربنا يسامحه ويغفر له بدل ما تراعي بالصوت الحياني ده. يا جماعه والله ده حرام، الموت مش بعيد عننا، ده ممكن نفس من الحقش ناخده كمان. صلوا على النبي، عشان كده لازم نامن نفسنا في الدنيا دي من صلاه وعباده ونطيع ربنا ونتصدق على قد ما نقدر. ما نستناش بقى اولادنا لما نشحت منهم صدقه ولا دعوه، عشان كده الميت بتتقطع كل صلته بالدنيا الا الصدقه وولده الصالح يدعي له. مين على مراته وليها دلوقتي؟ ينفع دلوقتي؟ استهدي يا اختي كده بالله عشان صحتك، يا والنبي كان حنيه. نبي يستاهل القهر الله يرحمه. بل وحياة ربنا ده كان دايما يعمل جمعيات يفك بيها زنقه المحتاج. حرام عليك يا صفية. يا حاجه بس خطفت يا منصور، صل على النبي. خطفت يا اخويا يا حبيبي. يا لهوي اسكت يا سعدية، فلوس الجمعية منها راحت. يا لهوي شقة ست اشهر ضاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. قولي لعبد الله يا صفية عندك عيش ناشف؟ أصل أنا عاملة نابل. ده وقت منصور، ده وقت تموت فيها منصور. ليه يا منصور؟ يا لهوي ده وقته. يا لهوي يا لهوي. ادي اسكت ده بلا من لابساه. اكل حقي اكل حقي، ما هاش علي قبل ما يموت يقول اي حد علي ايه للناس. عنديش حاجه عايزه تدوس اليوم بخبرك بالمره. مالك يا عم؟ مالك؟ مفيش راجل بتعمل ايه؟ بتعيط
رجعتي ليه ياما؟ عشان فلوس الجمعية؟ يا اختي قطعة الجمعية اللي عايزها. يوه ياما انت ما بتطلبوهمش من ابنه ليه؟ يا بنت زميلي في حالي ما تخلينيش بقى على نفسي جذبة وولع في روحي. خليكي كده ياما، خليكي كده انكوتي في نفسك. مش عاوزة اتجوز ياما، مش عاوزة اتجوز، ريحي روحك. سعيد الباقيه في حياتك يا اسطى. حياتك الباقيه يا صلاح. لما مؤاخذه يا اسطى، بس كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا صلاح؟ بص يا اسطى، الجمعيه بتاعت امي اللي هي كانت عاملاها مع المرحوم ابوك، هي بس كانت مكسوفه تكلمك، بس ده دين عليه يعني لازم تسدوه. انتوا ايه يا ناس؟ مفيش حد فينا حاسوت ملح. الراجل لسه دابه ما نشلش في طرباته فلوس اللي عزيته امك يا صلاح. فيه يا اسطى؟ هو انا جاي اشحت منك؟ وكان ايه اللي حصل؟ انا بقولها اهو قدام كل الحارة، محدش يسألني في فلوس عند ابويا، والدكانة اهي قدامكم فاضية على فيض الكريم. وابويا الله يرحمه ما جابش سيري لا جمعيات ولا بوتيكات ولا يحزنوني يا ست صباح. صلى على النبي يا ست سعيد. واحد لا كده. طب ايه يا بنت؟ طب ايه يا مصطفى؟ انا بقول لك ايه يا ماما؟ انا بطلب حقنا بس يا ولاد. وهي لك حال كسر حقك؟ كنت حد قال لك اعملي حاجه؟ يوه يا ماما اتفننا يعني مالناش راجل. خلاص يا بنت، ما تفنك هنا خلاص. ياما عايزين حقنا ياما. كسر حقك انت، خشي جوه. مسكين كبده انت كمان. لا يا اختي كبده ما بتحبنيش. اختي انا باين نسيت البوك بتاعي في الفرشه هناك. انت يا وليه بتاكلي تطوره؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعه قبل ما حد يقول. لا لا انا اروح ايه؟ روحي انت. انت برضو تروحي تشوفي بيتك. روحي لا هاجي معاكي. حد يقول ايه؟ اسمعي كلامي بس، انا كده هجري كده واروح اجيبه واجي. طب هاتي القفص اما ارميه لك في الحوش. طيب يلا يلا. سلام. اجري بسرعه الرب حارسك. اتأخرتي ليا وما خضتيني عليك. الحصل خشي. قلقتيني عليك يا امي. خالتي سعديه قالت لي انك نسيتي البوك في الجامع. لقيته وساب الباب مفتوح ليه؟ دي البت سعاد كانت قاعده معايا ونسيت تقفله وهي ماشيه. ايه ده يا امي اللي في الكيش؟ الكيش ده على شويه خضره. خشي نامي مش مكفيكي صح. يلا اديني داخله اهو. صباح على خير. خشي معاك. جوزة عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي معايا السوديس. جوزة عم عبد الباسط والطبلاوي. أجزاء السيرة، أجزاء السيرة، أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك مش عشرة. لا يا أخوانا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك.
عبد الباسط والطبلاوي. مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أمه، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتحها عليك. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. وعايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صورة الراجل اللي مات ما بتفرقش عني. انت بس عشان اول مرة تضرب حد بالنار. وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كم عيال. انسى بقى ابو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قول يا اخوي لحسن من ساعه الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت وهيبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا ام سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. بنت بتصرف بشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شرب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى انت مش وراك كليه ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا كسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. اعمل لك شاي تاني يا بلال؟ لا ده انا بشربه دلع كده يعني. الظبط الظبط منك له ذاكر ذاكر. في ايه ياما في ايه؟ العيال بتنام على راحه وهي بتذاكر. ما هو من كتر جريهم في الحاره طول اليوم. هم دول بتوع المذاكره والمدارس، دول مش رافقين في اي حاجه. قومي يا ولد قومي منك له يلا اتخمدوا. ما عرفتش حاجه يا بلال؟ مكتمين على الخبر. طب بقول لك ايه، ما فيش حد كده نديله قشين ويعرف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين؟ يا خبر بفلوس بكره يرخص وهعرفه يعني هعرفه. ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى. ما هو سهل عليك انت يا اما. سهل مين قال انه سهل؟ بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. تصبحوا على خير بقى. ما انت ايه؟ معلش عشان عندي مصلحه بكره. تصبحوا على خير. بقول لك ايه؟ مش هوصيك لو شميت اي خبر. قول يا رب. يا رب. روح ربنا معاك. يا رب. فتحي مالك يا اخويا؟ مالك يا اخويا فيك ايه؟ قوم تعبان يا سناء مش قادر اروح يا رهوي. دلوقتي لما جه قال لي عم فتحي تعبان قلبي وقع في رجلي قمت جيت لك جري. طب قوم قوم اتسند عليا مش هتحس بحاجه. مش قادر يا سناء سكاكين بتقطع في ظهري. لا حول الله يا رب. انا على فكره موصيه الدكتور عطيه اول ما يجي له الدواء ده يبعت لنا شريط منه على طول. ريت على الدكتور عطيه وسنين الدكتور عطيه. البرشام بيتباع في الروشته ب 10 جنيه وبيبيعه للمدمنين ب 40 جنيه هيدهولي. الله يقطع المدمنين وسنينهم. انا عارفه بس الحكومه سايباهم ليه؟ سايباه وسايبه امثاله. ما الدنيا عايصه والغلبان بيموت. معلش معلش قوم يا فتحي قوم بس استحمل قوم اتسند عليا. عفاية واحدة بس هتريحني. أنا ما نمتش من امبارح يا سناء. يلا يلا يا فتحي. معلش يا أخويا تسند عليا. يا رب. قفلنا يالا. زق عجلك. بدل ما اخرج الطاشر. السلام عليكم، انا تمام يا دكتور عطيه. اهلا 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 اهلا.
حتى بالمؤاخذة مولانا ما خدتش بالي والله. ولا يهمك. تفضل مولانا تفضل. تفضلك أخويا، أنا لقيتك صليت العشاء ومشيت على طول، قلقت قلت أنا أطمن لكون في حالي. لا أبدا سلامتك يا أبو سلامة، أنا كان عندي بس شوية جرد. ربنا يعينك، ما هو جرد الصيف أشد من برد الشتاء. حلوة. تفضل يا مولانا تفضل. الله يبارك لك يا دكتور عطية. الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة أسألك في موضوع شاغلني كده شوية. خير؟ لا خير إن شاء الله. أنا سمعت عن برشام طلع في المعدر جديد موجود في السوق اليومين دول وشباب كتير بياخده، اسمه ترامو طلاوة. عاوز شريط ولا علبة؟ لا 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 عاوز إيه يا دكتور عطية؟ أنا عاوز أعرف هو البرشام ده بيعمل إيه بالظبط؟ ده مسكن بس سحر. طب لو هو مسكن وبس ليه نزل جدول واتمنع؟ اصل بعد عنك العيال الصيع بياخدوه يعملوا بيه دماغ، بس انا قطعه بقى من عندي. تشرب شاي ولا قهوه؟ لا لا كتر الف خيرك، العيال حاطين العشاء. طب حاجه ساعه؟ لا والله مش عايز حاجه خالص، انا عايز بس افهم البرشام ده ايه تاثيره؟ فيه ادمان؟ الله، اي حاجه كترتها تعمل ادمان حتى الشاي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب، يعني هي الناس ناقصة؟ دي الناس ما بقتش دريانة. ده بعيد عنك يهرج كبد كمان. يا ساتر يا رب، ربنا ينجينا. طيب أتكر على الله أنا بقى. أظن بقى ده يعني موضوع خطبة الجمعة الجاية، مش كده ولا إيه؟ يعني ربنا يسهل إن شاء الله. أكيد خلي الناس تتوعى. ما بلاش. بلاش للعيال الصيع دول يحطوك في دماغهم يلا السلامة يعني ولا حاجة كده، ما انت عارف. لا لا ما تخافش، انا مش هجيب سيرتهم. طمن يا دكتور عطية، انا فاهم كل حاجة، اطمن. طب اقعد خد الشاي بقى. ليتين بس يا رجالة. دي اللي جابك هنا؟ عاوزاك. انت هتستعبطي ولا ايه؟ شافلي 50 جنيه. انت جاي تقلبيني ولا ايه؟ خلاص مش عايزه. ما جالي يا بت. انت عارف بس بتستهبل. جاي اشوفك يعني فيها حاجه دي؟ انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ تعالى توصل لنفسي كده. سكي سكي، ادي 20 جنيه اهي. يلا روحي بقى، روحي ولمي نفسك. احبك يا شوقي لما تقولي لمي نفسك. حاضر هروح. هترجع امتى؟ انت مالك انت؟ انت مالك ارجع امتى؟ انت مجنونه يا بنت. امشي امشي روحي يلا. ماشي خلي بالك من نفسك. مش هخلي بالك، انا هولق في نفسي، هموت في نفسي هنا. يلا يا بنت بقى يلا امشي، ما تخنقنيش. بعد الشر عليك. يا بنت امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي. سلام يا رخي. يلا يا رجاله تاني. معلش انا بس كان يلا 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 يلا. ازيك يا عم مبارك؟ ازيك يا جمال؟ ابوك فين امال؟ لسه في الورشه. يبقى سلم لي عليه. حاضر يلا قول له اولع لك النور اهو اداك السين. أصابة أصابة يا ولاد. يا دي يا بيتا مالك مضلم الدنيا كده ليه؟ يلا بالراحة، الدنيا ملبشة أهو. ليه؟ إيه؟ هو لسه نازل قدامي على الباب، بيشق فيا عشان القرف اللي مرمي على الأرض ده. ومين دول عصابة؟ اللي أنا جمال بيصفر الواد بيتا والتاني بيولع له النور عشان يدخل له. سيبك منهم، العيال دي شمال. شمال ولا يمين؟ إحنا مالنا؟ جبت حجرين خبطتهم من جيب أبويا. يعني ايه ابوك بيغيب من بلبل؟ وبلبل ده حشيشته كلها مضروبه برشام. برشام برشام احنا مش لاقيين، راكب فيها يابا؟ رخم ومدلدل هات. امسك. ايه ده؟ دي البنت سميرة اجيبها؟ يعني ايه بقول لك ابويا بيعيبني يعني ايه؟ طب خلاص هصرفها. الو. يا سوسو. معلش الدنيا اصلها معتمة اليومين دول. هكلمك انا حتة. سلام على مهلك. بقول لك ايه؟ غير ماتش؟ تعال للشيفشينك. خش على ميسي ده عمره ما يتنسي. يلا. بابا ما تشرب الشاي.
10. أبا أنا هجيب النهاردة الكمبيوتر. بتجيب حد عيشك؟ بيطلع بكام الكمبيوتر ده؟ قصته مريح قوي. هاتوا على الأقل يريحك من الفلوس اللي بترميها كلهم في النت. هاتوا ايه العالة؟ هجيب لك أنا أبا. عصابة. استلم يا باشا. مالها دي؟ مصنفات. وده اللي حاصل؟ دي شوية شرايط بستلزق بيها. وبعدين خلاص جت عليا أنا. ده أنا بدري على يتامى. بس يا بت. صلاح. يا باشا. شوف لك سافر في المحضر ده وأنا داخل الحمام. ماشي؟ ماشي يا باشا. خلاص أنت يوسف روح وأنا خلاص المحضر. ماشي. اسمك إيه؟ منى عباس أحمد. منى إيه؟ عباس أحمد. معاك خطاب؟ ضايع. بس معايا صورته. طب بدل انت مفتحه كده يعني وشغاله في الشرايط المضروبه ما لقيتيش غير المهندسين تروح تسرحي فيها؟ ما تروحي اي منطقه شعبيه عشان ما حدش يشوفك. شعبيه مين يا باشا بس؟ مين هيدفع لي 10 جنيه في الشريط في المنطقه الشعبيه؟ ما هو لا مؤاخذه ما بيدفعوش غير في المهندسين او الزمالك. شكلك كده مش وش بهدله. هعمل لك محضر اساعدك فيه. اقعدي. تسلم يا باشا. هكتب لك محضر وان شاء الله رئيس المباحث يمشيكي من هنا، ما تروحيش النيابه. تسلم. قلت لي اسمك ايه؟ منى. منى ايه؟ منى عباس احمد. احمد قبل شويه الليله على 11 كده في نقله رد. صحصح معايا بره ولا جوه؟ بص هم دافعين للحي حق نقله وهم 5 نقلات. ايوه كده حركنا خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. المهم اللي يرفع الرد. انا هبعت لك عيلين من عندي تدي لي النفر فيهم 20 جنيه في النقله. 20 جنيه كتير. حلو ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربيه الزباله دي ونشوف لنا حته عربيه اجره كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوه بس انت ركز معايا. الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومه. صباح. الو. اه صبوحه. هي عبد الله الحنون بيتعبان قوي. معرفش انا مالها الكارت هيخلص. انا بيجيني في الو. الو. خلص. يا رب. استحملي ياما. مش قادر يا بنت. روحي بتروحي يا بنت. حد الشر ياما عني. قومي ياما البسي. مش قادرة. قومي البسي عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادرة اتحرك يا بنتي. قومي ياما اسم الله عليكي. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس ما انت كنتي كويسة. مش عارفة يا اختي. تعالي ياما. مش قادرة اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اعمل لك حاجة تاكليها؟ مش نفس. قومي ياما. يا لهوي. طب البسي ياما. البسي. الحقيقة. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. وانا بيتدخل بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني. اسندي عليا. احمر يلا يا بنت. البسي ياما. امري لله. يلا يلا. ولا قولي لي يا اختي عامل معاكي ايه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف انها ما بتكفيش حاجه. طب وانت بتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره،
اطبخي يا جارية. منين يا سيدي؟ والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل هعمل له ايه؟ بس عينه تتدب فيها رصاصة في الراحة وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس ايه ده؟ انت خلاص قلعت الاسود يا ست سامية؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل، هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي؟ ساعة ابوك الله يرحمه يعني محدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربة. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاكي؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاك. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثة، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له الطرب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه ما عداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل، ان كنت اخوات اتحاسبوا. حساب يوم الحساب يا اختي، انا مش هفتح بقي بكلمه الا بعد الاربعين، حسب وصيه ابويا الله يرحمه. لهو كان ابوك قال لك استنى الاربعين؟ قال لي روحي اساليه. ماشي يا سعيد، نستنى الاربعين، اهو مش بعيد، ولا انت مش واخد بالك؟ لا يا اختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقه والساعه والثانيه. اسم الله عليك، فوتوكوا بعافيه. الله يعافيكي. روحي تغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. هعزمك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله ثواب. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي. مع السلامة يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا أما. صباح السلام عليكم يا أخوي، أنت شايفني لابسة برنيطة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حجة. يا سلام، التريق يا أخوي التريق. صفية عاملة إيه؟ بعيد عني جمة، الكلى بتاعتها مفشفشة. معلش يا اخويا، عندها واحدة تانية، بس انت قولها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا، ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. الاسود الابيض. اهم اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جراله حاجة تاني البنطلون مش همد ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شوية عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك، ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مرة يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرطه. يما دول 20 جنيه يا امي. 20 جنيه يا امي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد؟ انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال20 جنيه دول يكونوا عندي بكره. هيكونوا عندك بكره وفوقيهم بوسه. بوسه؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمه الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شويه بقى، الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. في حاجة يا جدع؟ لا مفيش. مادام مفيش، بتحوم ليه حوالين المنطقة؟ قلت لك مفيش حاجة يا خفيف. أنت عبيط يالا، ما تنطع أنت منين؟ جرى إيه يا بلال؟ جرى إيه؟ الباشا البلوكامين الجديد بتاع القاسم. ده مؤاخذة يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. يا ساتر. اتفضل.
مؤاخذة. هقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة، الواحد نفسه مقطوع طول النهار من الشاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا سخن، اقعدي معايا شوية. معلش بقى البيت مش قد المقام. لا ده حلو قوي. دي صورة ابوي، الحكومة اعتلته. ده حد من عندكم الاسم؟ ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحه ما صدقتش، وانا ماشيه كده كنت حاسه ان في حد ماشي ورايا. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ اه دي امي واخواتي الاثنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من الاسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. اه على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوة انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجة بسيطة اللي قال. مسك. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذة. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطويك يا بيه. شرفت ونورت الحيط. خلصنا يا كابتن بقى، ما كانتش فارده. دي يا عم الصبر، الصبره دي اللي بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا نصابي. اهدى 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 يا عم اهدى. ايوه يا سام ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو. يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت، من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافشه عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شوقي. ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي، انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شوقي. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شوقي، ماشي. ايه يا عم روميو؟ انا مش شوقي. انت فين يا عم؟ معلش المصلحه بس انت عارف. طب يلا يلا يلا. بس استنى بس، انت واخدني على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. والعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك انت مالكش فيه؟ يلا يلا يا عم. يا عم خلاص طبعا. يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. تعالى اتفضل. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. يا وشو البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس؟ لا ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. ما انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده يا عم سمسم؟ من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي ما حدش سمعه وهو معرض علينا. يا عم من الركو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تدي لهم. ماشي ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي العجل خف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه هو ده الكلام الجامد قوي. انت دماغك عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه.
200 جنيه ليه بس كده؟ خلاص 100 بس هي ساعة واحدة بس. أنا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، أنا قاعد لوحدي يا بنت. أنت هتتجوزني ولا إيه؟ يوه أنا نشاطي سيارات وأنزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح إنك بنتي ناس فعلا. ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك، هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله انا عرضت نفسي للخطر، بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لك صار لك دماغي. يلا يلا غوري. حقي بقى. عرف. يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ انا بيه ده حقي. فين الموبايل؟ قومي بقول. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا ايه؟ ها؟ ها؟ اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك خليكوا في اللي انتوا بتشربوه؟ طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغم، هات يا نغم اللي زي قرعه مفت بره البنت دي. مقصوفه الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا، جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك، يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. قابلي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك، مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب انا يطلع الصبح وكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دكتور صوف صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت يا واد ليهم والله، انتوا ما تربيتوش ليهم العيال. احباب الله. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، اعمل لك كوبايتين شاي. حاضر يا حبيبتي. كده يا منى. ده عشان انا؟ وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي، قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح حاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. بتكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا، يا ريت على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهادة ولا صنع. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا أمي، خلي البساط أحمدي. أمي روحي أنت يا خالتي، خلاص بقى كويسة. ويا دي معقولة يا بنتي؟ أسيبها وأمشي؟ روحي أنت يا بنتي، تعبانة من امبارح. أروح فين بس؟ الماية يا أختي المتلوثة هي السبب، ده أنا لما باجي أشرب بشم ريحة مجاري. وأمك دي إيه؟ عبيطة؟ تسيب نفسها لحد ما توصل لكده؟
ما بخلت ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن. ها؟ وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله. روح انت عشان شغلك. طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا. يا بت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويس باذن الله. هتبقى كويس يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويس. طيب انا هفوت عليك بكره الصبح. ها بقولك يا صباح، خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا يا بنت فاكر، انا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص. بقولك يا صباح، ما فيش حاجة نقطعها صغيرة بس. انت رايق. امشي يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت هو وقلعه يلا عشان تستحموا. ليه يا اما؟ الله يا واد، انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله، انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فين؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. اذا كان كده ماشي. تفهمونا بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعه ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. نزل زي الفل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ ايوه صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحك على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوشه اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرض يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش علي. روحي حمل عيال احسن، ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم من قسم التركيبات، دول هركبوا في رمض الحي كله وانا مشرف الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. ارشم حياتي. سلام عليكم حبيب قلبي. يا اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي. استنى يا عم. باشا كنت امبارح كنت بتقولي يا صلاه، النهارده بقيت باشا. الحاجات دي مش بتاعتي، دي بتاعت الواد اللي جاري. يا بجحتك يا بت، ده انا ماسكك تلبس قدام قدامك. فين راس؟ اديني فرصه. والله العظيم ما عملت حاجه. استنى بس اسمعك. انا مش مسجله. هتضيع. ابوس ايدك. ابوس ايدك. هتضيع. انت مش عايزه تسجلي. هتضيع. انت عايزه يتدق على وشك مسجله. تضحك عليا انت كنت في الشغل قدام يا بت. اسمعني بس. اسمعك ايه؟ اسمعني بس. انت ضيعت. اسمعني والله العظيم غصب عني. ده انت ضيعت فرصة عمرك. بتسمعي يا بت؟ انا كنت عاملك بني ادمة. تضحك علي انا؟ بتبيع مخدرات؟ ده انا بديكي فلوس من جيبي. والله العظيم ما كنت بايعها. شوية شغل فاتوا من ابويا
قلت اخلص منهم والله العظيم ما بفتكر فيهم والله العظيم ما بفتكر فيهم. بتجيب المسكنه دي منين يا بت؟ بتجيبها منين؟ ده الكلب عمره ما يتعدل. صحيح الوسخ وسخ، عملت كده ليه؟ عملت كده في ايه؟ انت فاكرني يعني هصدق ان واحده زيي تحب واحد زيك؟ ده انا ورايكم عيال. ولا تكونش فاكر ان الخاتم ابو 500 جنيه هو اللي هيخليني افكر فيك واسمع اغاني حب. اصحى يا باشا اصحى، انا بفكر في اخواتي هياكلوا بكره ايه. خد الخاتم بتاعك، خده واديني على الاسم. بس يا بت الخاتم ده احسن من عيني، بوريني بقى تشوف امك واخواتك ازاي. قدامي على الاسم، قدامي يا رحوم. يا يوسف، عصام بيه موجود؟ طلع مأموراية، خد البت ترميها في الحجز. هتشقطوني لبعض، ما تعمل المخدر ونخلص. كلبش ارميها في الحجز، يلا يا بت، يلا. ازيك يا حبيبي؟ أهلاً، ازيك يا أبو صباح؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. كويسة دلوقتي؟ نبي تعبانة أبو كريم، تعبانة أوي. طب تعالي تعالي اقعد ارتاح. لا لا مش عايزة كرسي. طيب تعالي. عنك شد حيلك امال. الامر لله من قبل من بعد اخويا. كده تعباني سايباني في حالي. هي سايبه مين يعني؟ الناس كلها تعبانه. الميه ام صباح هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. اعمل لك شاي؟ لا لا ما هو ميه برضو. بس على الاقل ميه مغليه. بقول لك ايه؟ نعم. هو في موضوع كده كل ما ده اكلمك فيه يطلع لي ميت عفريت يسهى عليا. تحت امرك يا اختي، قول. انت دريت طبعا بالجمعيه اللي كنت عاملاها مع منصور ابو سعيد. الله يرحمه، دريت. بس اجيب لك من الاخر، سعيد مش هيدفع. والعلى مش هيدفع ان ايه؟ ده الدين على ابوه لازم يدفع. ده الراجل يتقلى في النار، حرام عليه كده. اعوذ بالله، بينام ازاي ده؟ بينام وبيرتاح. استغفر الله العظيم. طب برضه النبي كلمه ابو كريم. ما انت عارف انا بجهز البت، وحياه النعمه وحياه النعمه دي على عيني يا رب. والله العظيم ما عارفه اجهزها ازاي بعد الجمعيه ما راح. والله العظيم انك صاحبك على عيبه، وانا عارف عيبه، بيموت في القرش ومستعد يعمل اي حاجه عشان القرش. اي حاجه انا اقول للحوايا من وراك يا اخويا. الناس ما تقدرش تخاف ربنا. ده يا اخويا ده هات ايدك. يا الله. تعمل اي حاجه ايه؟ اي حاجه انا هتغضب ربنا والسلام. معلش انا هكلمه، بس انا عارف ان انا بنفخ في قربه مقطوعه. معلش عندك حق، بس كلمه برضه. امري الى الله، امري الى الله يا اخويا. ما تقلقيش يا ام صباح، هكلمه. انا بيت. وبعدين مفيش ولا واحد اشترى انبوبه، مع ان انابيب الحاره كلها خلصانه. طب ما نبيع ب 10 جنيه. انت عبيط يلا، هدي لك في وشك اخنفك. يعني ايه ده الشمدون انت؟ هو مصلحه يابا في السريع، بنبيع انابيب. والله فكرتني، الانبوبه خلصانه بقالها اسبوع في البيت، يبقى ودينا واحده. حاضر يابا، هودي لك واحده البيت. ولا اقول لك ودي كمان واحد عشان الست كمان فاضيه. كفايه واحده يابا، دي ب 20 جنيه. مستخسر في ابوك يا ابن الكلب. 20 جنيه يا ابن الكلب، انت لعبت يمك ونسوان تبوقلك يا ابن الكلب. حاضر يابا، هودي لك اتنين. الله، انا بقول لك ايه تاو، اصل احنا ما بعناش ولا انبوبه لحد وقت، الدنيا واقفه. عشان بهايم في حد يبيع سوق سودا، فعاره سودا، الناس مش لاقيه تاكل. هتاخد الانبوبه ب 20 جنيه؟ بيولعوا بابور الجاز احسن، ولا انتوا ما تعرفوش بابور الجاز يا اخويا انت؟ وهو اللي عايز يبيع حاجه زي دي يروح منطقه راقيه يا بيبي انت وهو. انبوبتين دولت عندك يا يلا يا ابن الكلب، هتبيعهم على طول. اوعى يا واد ما توديش الانبوبتين البيت. هوديهم يابا، اوعى تنسى الانبوبتين. مش هنسى، خلاص بقى يابا. يابا السلام عليكم. يا سلام يا حبيبتي، اتفضلي.
يو مالك يا فتحي؟ مليش. امال بتشرب سجاير ليه كده وانت ما غيرتش ريق؟ عني ما تغير. طب قوم يا اخويا قوم، انا جايبه عيش من الفرن وفول سخن، هدخل اعمله لكم، بس انت انده العيال. يلا بقى وانده العيال، يلا 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 منك روح خش جوه. روحوا اقعدوا على الطبليه عشان ناكل. هو انت شفت سعيد النهارده يا فتحي؟ شفت. عشان كده قال لك حاجه؟ يلا بقى خلص الاكل. تعالى كده يا ابني اقعد. جالك هنا ولا قابلته بره؟ تبشري سجاير من عند ثابت، لقيته في وشي زي عزرائيل. قال لك حاجة؟ هيقول ايه؟ هو ده بيجي من وراه خير؟ طب امال مالك؟ شايل التين فوق دماغك ليه؟ ما نستنى نشوف اخرتها ايه معاه؟ مش يمكن ربنا يحنن قلبه علينا؟ يحنن قلبه علينا؟ هو ليه قلب عشان ربنا يحننه؟ طب بس يا فتحي، العيال دي لسانها طويل. بقول لك انت وهو اشوفكم بتلعبوا قدام ورشة خالكوا سعيد، هقطع رجليكم انتوا الاثنين. انا ما بروحش هناك يابا. خلاص بقى يا فتحي، كل يا دنيا كل. تعالى يا احمد اما اكلك، تعالى جنبي. تفتكر طلعتنا في ايه؟ طمني، ده ما يجيش من وراه خير ابدا. الله يرحمك يابا، كان ضحك عليها قبل ما يموت ومفهمه انه واخدنا تحت جناحه. انت اللي غلطانه، كل ما يسالك اخوك سعيد عامل ايه معاكم زي الفل يابا. الله يا فتحي، كنت عايزني اقول للراجل ايه؟ الراجل راقد في فرشته وبيلقف النفس بالعافيه، اموته بحسرته بقى واعيش بذنبه طول العمر. اهو كدبت بقى وخلاص. خلاص كل يا دنيا. مر انت وعيالك. خلاص بقى يا اخويا ما تقطمنيش والنبي. وبعدين مهما نحاول يضحك علينا، احنا برضو عندنا الورشه والبيت، هيطلع علينا منهم قرشين حلوين نعمل بيهم مصلحه. كل كل يا فتحي. قرشين حلوين؟ هي لحد ده بتحدي في كتاكيت. ده الاشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. وانا يا يوسف. عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعتها لها. ولا امشي منين؟ ايه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ انا اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده. اتكل على الله. ولا؟ يا باشا. تتعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا قلت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعته ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل اللي امها بعتها. اه. منى عباس. ايوه. امك بعتها لك الاكل ده. تعالي يا بنت انت وهي، ده اكل البيت. جمك طلعت مرة اولى قوي يا بنت في الطبيخ. بتمر مرة يشطح بوزه. ايه مرة دي؟ لما امك تبقى مرة، امال امك انت تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مرة ولا ايه؟ امال انت يا ليلة الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قريب الادم جوه السجن وبراه يعني. انا قلت العدم على روحي. ما انتش طافحه قومي. انت يا بنت ما انتش قبل مني يا بنت. ما انتش طافحه. يا نهار الكسكت. ما انتش طافحه يا وليد. يا وليد انا قلت نفسك يا بنت. وليد انت مش طافحه. هوريك. ما هي بنت وهي. في حاجه احنا ولا فاهم. وحياة امي لو وريك. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من بكره انت هتروح على النبى والنبى على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الواسخه دي. احنا برضه اشكال واسخه. مش بقولك اسكت يا مره ولا امسح بكرامتك الارض. تحت امرك يا بيه. حاضر حاضر يا بيه. يوسف كلبش البت دي ورميها في الطرق. يلا فين؟ ما تحطش السجاره يا مره. كل واحد تقعد مكانك. اسمع صوت في الحجز. اقفل يا ابني.
ايه؟ اكلت كام؟ 80. بص هتاخد الكرتونه دي كم مره لحد ما نبيع؟ ها الواد عادل هيفتح محل موبايلات، ها الواد اللي في اخر الحاره ده، ويعمل شويه مزيكا على دي جي وواقف على تصريح. قلت له كام؟ قلت له 200. ماشي، التصريح يكون عندك بكره اول ما تقفش تتحاسب. ماشي يلا يا ابني بطل لكاع. يا باشا الدوايه بس بايظه. الدوايه بايظه؟ هاتها هاتها تتحط جنب اخواتها. كله على الله. اوبا علاوته. ايه يا بنت تاني؟ ليه معورك كده يا بنت؟ ها؟ انت ايه ما بتريحيش؟ اخلع من نفوخي يا عبد الله، انا مش ناقصاك. طب اقول لك ايه؟ مفيش حاجه لينا كده؟ حاجه زي ايه يا اخويا؟ يعني حاجه ملوثه تعمل خيال في الدماغ. اه قوي قوي، في دم في ايدي تاخد؟ لا وعلى ايه؟ قولي لي يا بنت مين اللي عمل فيك كده وانا اكسرهولك؟ لا شقي وتعملها. امال ليه ما اخدش منك غير حوارات؟ ما فيهاش غير حوارات، هنعمل ايه؟ ايه الحوارات؟ يا عم الشقي مين دي؟ دي الدفشة؟ دفشة مين يا عم؟ دي بنت بايعة نفسها، سيبك منها، خلينا في شغلنا. هات الكرتونة. يا ست ام منى، ست ام منى، يا ام منى. ايوه يا استاذ تمام، اتفضل اخوي. يزيد فضلك يا ست، بس لو تقدري تنزلي انت وكتر الف خيرك. اتفضل يا استاذ، احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا ست قد المقام ونص. حاضر طالع. اهلا وسهلا يا استاذ تمام، اتفضل. يا ساتر، بسم الله الرحمن الرحيم. بيت بيتك يا استاذ، اهلا وسهلا. تسلم لكل راضي. ما شاء الله، ربنا يكرمكم ويزيدكم. يا رب يبارك لك، يا رب يديك الصحه. الله يخليك يا ست. هعمل لك كوبايه شاي على الماشي. لا 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 شاي ايه، انا لسه شارب الشاي في البيت. طمنيني الاول، منى بنتك عامله ايه؟ كانت النهارده في النيابه. ما انا عرفت من الواد بلال. وايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خدت 5 استمرار، ربنا يستر يا استاذ تمام. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا فك ديتها وديت الناس كلهم. امسكها يا مولانا. ايوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اللي خرجوا من ولاد الحلال الجمعه اللي فاتت، هي حاجه بسيطه بس اهو نوايا تسند الزير. كتر الف خيرك، انا مش عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. انا ما عملتش حاجه يا ست، ده ربنا سبحانه وتعالى وولاد الحلال هم اللي بيعملوا. انا بوصل الامانه وبس، وربنا يتقبل. يلا ربنا يبارك. السلام عليكم يا اولاد، اشوفكم خير. ما يصحش، لازم تشرب حاجه يا ستي. هو انا غريب؟ المهم تبلغي سلامنا لبنتنا منى. يوصل يا اخويا. خليها تشد حيلها كده. يقول لنا عمك تمام بيقول لك لو مظلومه ربنا هيفكها ان شاء الله. والله مظلومه يا مين بالله، مظلومه يا استاذ تمام. ربنا كبير، هو اللي بينصف المظلومين. ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم خطويك، تسلم خطويك يا اخويا. ربنا يا رب احرمناش منك ابدا يا اخويا. والنبي ما انا عارفه انا هصلي في الحرم ازاي وانت كل يوم داخل لي وش الصبح من بره، ولا على بالك يا واد اللي انا فيه. اعمل ايه ياما؟ المصورات اللي قلتهولك لك هنا والصور طلعت حلوه الحمد لله. الصور طلعت حلوه، كسبت صلاه النبي. يعني يا اخويا لو كانت الصور طلعت وحشه مش هحج؟
اهدي ياما لما نشوف هنعمل ايه. العمايل معروفة يا عين امك، زي ما جبت لي المصورات الاوضة صورني، هتجيب لي بتوع الجوازات هنا هو يدوني الجواز، وبتوع البطاقة يدوني البطاقة. جوازات ايه؟ انا ما اعرفش بتوع الجوازات دول بيجوا البيوت ولا ما بيجوش. يا حبيبي ما دام بتدفع هيجوا. ايام ابوك الله يرحمه ما جبت لي هنا هو بتوع الشهر العقاري عشان نعمل اعلان الوراثة. حاضر ياما هسأل واشوف. يا واد انت بتتعصب عليا ليه كده؟ بتتغير كده ليه كل ما اجيب لك سيرة الحج؟ خد بالك اوعى اغضب عليك، انا بقول لك اهو مش هسامح لا دنيا ولا اخره. حاضر ياما حاضر حاضر. ايوه اتعصب يا اخويا وزعق قوي، ارفع لي الضغط اكتر ما هو مرفوع. لو على ايه؟ تصبح على خير ياما. ايوه ادفن نفسك يا اخوي، ادفن نفسك في السرير علشان ما تسمعنيش. سيدة حفظ يا ابني، أنا مسافر مش عايز يا ابني وأنا في الغربة أبقى مكروب على أمك وإخواتك. طمن يا أبا روح وترجع بالسلامة. السفرية دي جات لي بطلوع الروح وأنا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها أسطر بيهم إخواتك. طب يابا ما تشوف لي أي شغل أنا هناك، أي مصلحة أي حاجة بدل رميتي هنا، البلد متكسرة. يا ده أنا اتحايلت عليك بدل المرة 100 وأنت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. لما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي اتعضعت مني، ايديا ما بقتش قادر اشيل العده. والله مالك عليا يمين لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمال والله ما كنت طلعتها. نجيب ياد الصواني خلصني الشغل. عم سايب يلا وديه على الفرشه لغايه السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد يتاخر عليا، انا بتخنق من وقفه السوق. يا عم شيله وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيل الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حط عندك وروح انت غرفه 60 خراره، انت هتعد علينا الدراخه وكمان 9 شاي. ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيره ونهت كمان، يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي ده كل اللي انا باخده ب 50 مللي بس. بتاخد كل يوم يا بابا وهو ده الخطر. الله جمالك يا تامر يا اخي، ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايز مني ايه؟ حاضر. هلا احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. يا ريت نافع. ما تجوزتش انت ليه بقى يا سبع؟ ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش مال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني. عشان كده يمكن ده اللي خلاني خايف، مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم ده النسوان فار، كل واحدة عايزة تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. اه المساواة، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستيف، ما ينفعش ضعاف، لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كفي الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجة، النسوان هي اللي بقت مفترية. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحده متجوزه واحد ومحتكراه، مع ان الحكومه منع الاحتكار. انما لو سمحت بقى ان جوزها يتجوز واحده واثنين وثلاثه مش هيبقى في عوانس في البلد. الله ينور عليك. الله يا فكره. طب بس ازاي بقى
نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي. بالجزمه بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بقول ايه؟ ابعت خش تعالى يا عم على الباب اهو. الباب اهو. اسمه ايه ده الواد اللي كان معاك؟ اسعد احمد يا باشا. اسمه ايه؟ اسعد احمد يا باشا. طب ما انت حافظ اهو، ما لبستها بالليل. ازيك يا ابو صلاح؟ ايه يا يوسف؟ ازيك يا عم محبوب؟ قلت فين يا ابني؟ في المحكمة. ايه الأخبار؟ البنت منى خدت سنة. سنة؟ حمارة، خدت سنة عشان نص فرش حشيش مقطع. سنة؟ هو ده. ايه يا خرجتي؟ ده مطعم شكله غالي قوي. بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري. يا عطيه، انا ليا ذكريات حلوه قوي هنا. ذكريات ايه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، انت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وانا مستعد كمان اخد لك 50 60 صوره على الباب هنا، هقبل الموبايل بتاعي وتعلقين في اوضتك زي ما انت عايزه. اغصى عليك، اغصى عليك بجد يا عطيه. مستخسر فيه انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، نعيش مع ذكرياتك شويه. هنعمل ايه حبيبي يا عطعطي؟ صادر ضده بكافة طرق الطعن المقررة في القانون. الشاي يا حبيبي. مالك يا صلاح؟ في حاجة يا أما؟ سرحان في إيه يا حبيبي؟ مش خلاص فقت وبقيت زي الفل؟ كل ما أقرأ قانون أو مذكرة ضميري بيأنبني، مش عارف أذاكر خالص. يا حبيبي ما هو ما فيش حد بيفكر زيك كده. يا اما تسيب الشرطه دي بقى. ليه بتقولي كده يا حبيبي؟ الشرطه دي محتاجه ناس قلبها ميت علشان ما يندحكش عليها. مش كل واحد يعيط دمعتين يبقى غلبان وطيب. طب ما النحله بتنزل عسل بس بتقرص. البنت خدت سنه حبس، يعني خربت بيتها، موتت ابوها وحبستها، وهي في رقبتها كوم لحم. قطيعه يوم ما اشتغلت امين شرطه كان يوم اسود. او في ناس كبار بيشغلوها، شغال ولاد وبنات، عيال مش فاهمه ولا عارفه حاجه. وبيعرفوا امتى؟ لما يتمسكوا ويتحبسوا، ساعتها ما بيشتغلوهاش تاني. خلاص لو تقدر تساعدها ساعتها اهي بقى لك الثواب. بقول لك ايه؟ قوم ريح نفسك بقى كده من المذاكره ونام لك شويه. معاك حق، انا عايز ارتاح. طب يا حبيبي تصبح على خير. امال الرز فين؟ اهو جه اهو. الهنا والشفا. حطي لي شوربه. حاضر. بعد ما تاكلي يا سناء ليه من الملايات بتاعت اوضه النوم واغسليه على طول. حاضر. ما تلغي المشوار دوت عشان انا تعبانه النهارده. خليك انت وانا هروح. اي حد فينا يسافر. والله يبقى احسن برضه، لان انا تعبان وعندي صداع ومحتاج انام ساعتين. كنت بقول لك ايه يا ست هاني؟ ده بعد اذنك يعني امشي النهارده بدري واجي لك من صباحيه ربنا الم لك كل اللي انت عايزه تغسليه بدري بدري كده. مش هيقعدوا في ايدك ساعه، اغسليهم وانزلي على طول. حاضر اللي تشوفيه. حبسيتك وحبسيتك وحبسيتك فلوس كتير. انا مش بتاعت الحاجات دي. صعدت البيت صعدت البيت. انا عندي عيال. يا لهوي يا لهوي صعدت البيت يا لهوي.
أنا أني بنت خبطتيني يا أمه. بتعملي إيه تحت السرير؟ بوضب الكركبة دي اللي تحت السرير. كركبة؟ آه. طب نامي يا أمه، الصباح رباح. أمه يا حنين، نسيت أفوت على خالتك سعدية اديها العلاج حبيبتي يا أختي. لا يا أمه ما تقلقيش، أنا فوت على خالتي اديتها البرشامة. بجد جدعة بدي فيك الخير. أعمل إيه؟ ما هو اتصلت ما بقيتيش مركزة غير في الزبالة اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. زبالة إيه؟ دي هتمثلي يامه. لو أنتِ مفكرة إن أنا مش أخدة بالي إن أنتِ كل يوم بتدوري تلميلي زبالة القطن من الشوارع وتيجي تدفيها لي هنا تحت السرير، بس ورحمة أبويا يامه، ورحمة أبويا، ما أنا نايمة على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يامه، ما هو هتكوني مفكرة إن أنا نايمة على وداني. اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يا ام الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض كل يوم والتاني ظبطاكي بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقه يستحمل مصروفنا. ادي الزباله اللي بقلب خلاص ياما بقى. ادي الزباله اهي. خلاص ياما والنبي. خلاص يا طيب. وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مره معايا على السلم ولا في الحاره، ورحمه امي لقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبه ولا مخده. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي مش احتضتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الأرض وأنت بتلمين القطن من الزبالة؟ فين يا أم؟ نايمة معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة إيه؟ ده لسه شايفة عم تبص في الشباك. يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه أهي، تعالى شوف. إحنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا أم. مساء الخير. بقول لك إيه؟ في أكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا أنا أكلت سندوتشين الكبدة بره. صباح الخير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحمليه. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي، في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. دي من اهله. انت وهو واقفين ومزعلين امكم. لا والله اسال ايه؟ بتقولي جالك يعني؟ اما ود بجح صحيح. لا وايه؟ جايب لي شويه كياس.
مشيته هو قفاه يقمر عيش. ما سجنني خلاص، عايز ايه تاني؟ يمكن ضميره أنبه. ضمير ايه يا ابو ضمير؟ هو ده عنده ضمير؟ قولي لي احسن، عملت ايه في الاستئناف؟ ولا حاجه، رحت لصاحبتك مديحه تهربت مني، وخالك ايد ورا وايد قدام. ويما فاضل 15 يوم، انا خايفه الميعاد يفوتنا. انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي اعمله وانا اتصرف. اتصرفي، بيعي اي حاجه في البيت. ما انت عارفه كل حاجه يا منى، هو البيت فيه حاجه تتباع، ما انت راسيه على كل حاجه. كلمي الواد بلال، الواد جدع وهيساعدني لو حياته. بلال ايه بس؟ هو بلال هيعمل ايه؟ هو لو قدر هيعملها، ما قدرش خلاص يما هقضيها هنا سنه ونخلص. النبي حرص، وخالك بعت لنا امبارح 50 جنيه. قولي له يتقي الله، بنت اختك في السجن. اقول لمين؟ ده بلال احن منه عليكي. يلا المهم خد بالك من نفسك، انا جايبه لك حته فرخه كده سخنه وشويه بطاطس بدمعه. كلت ولا جعانين؟ يلا بسم الله كده. مش هوصيك يا اسري، الموضوع ده ما يخرجش بيننا. رهيب، ده انت اول مره توصلني في طلب، طول عمري انا اللي بقصدك. اسمها منى عباس احمد، موجوده في سجن القناطر. بكره هرفع الاستئناف، لسه عندنا وقت. انت شايف يعني ان في امل؟ على الله، بس الموضوع صعب. شوف لنا اي مخرج، ده انت ابو الاساتذه. هي فيها مخرج لو تهمك قوي. ايه هو؟ هو تصايع يشيل القضيه. سهله دي. هات لي انت بس واد يقول اللي بيحبها، وان هو اللي اداها الحشيش قبل ما يتقبض عليها، وانت تشهد انك شفته لحظه القبض على منى. طب سيبني لبكره وارد عليه. وانا مستنيك. تسلم ايدك. معرفش انا مستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مره؟ يا ولا يا امي، كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خلع. بتفهم. ابقى ناصر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجه بتعجبني فيك اللي انت بت دول، ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف لك شغلانه. حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده، اول حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غاليه. بكام يعني؟ 60 50. يا بت، ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده. وكل شهر 200 300 جنيه، وما تخافيش طول ما انا موجود ما حدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله؟ اي حاجه، شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها؟ ليه؟ جمايل مغرقان. انت تستاهلي كل خير يا ماما. والله. وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب هعد عليك. طب قوم يا راجل، عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده معاك. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يالا بتقطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضه يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه، يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير، هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا. ما تقعد تشرب شاي، هيعجبك، شاي تقيل. منى افتح. تعالوا اقعد يا بلال. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي انت والجدع ده لوحديكوا، ده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام. يخرب بيتك يالا، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى، اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟
انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف، جايبني شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا، هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبني يا منى، بس ربك بقى لما يريد. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاكي لوحدي. لا وانت جذاب. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. سلام وبركة. والله عملت الصح يا باشا. الف شكر. شكرا. شكله مقبل على البيت. اكيد مش جايب لها محل بحاله. هو اللي شاري المحل ده؟ اه. اقومة وقادرة. بعد اذنك. بلال. مش محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. وربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص. انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساقعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساقعه. ماشي. اتفضلي يا ست الكل. تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. النهارده الثانويه بتاعت ابوك يا منى. عارفه يا ام؟ عارفه. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير. ده من يوم ما مات حبه عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما اعرف مين اللي قتل. يا اختي هو احنا في الصعيد هنا؟ بقول لك ايه بقى، قفلي على الموضوع ده. قفلي. قفلنا. بقول لك ايه، صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له ايه؟ زي ما قلتي لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن. خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها لما فرام لي نافوخي؟ انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يوم. محل ايه؟ افرش شايفك هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجعة من عند خالي. فيها حاجة دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. السلام عليكم. عليكم السلام. جيب بدري يعني يا عبد الله. هروح فين يعني؟ هو السمكري ده ايه؟ مش ناوي يخلص التاكسي بقى؟ بقى له يومين رايد عنده. ما يخلص وقت ما يخلص. ايه؟ محتاجة حاجة؟ محتاجة شغل يا عبد الله. هو انت هتفضل قاعد في البيت كده؟ لا، أنا ما أحبش الراجل اللي يتمنى قاعد في البيت. في ايه يا بت؟ أجي بدري مش عاجب، أجي متأخر مش عاجب، في ايه؟ خلص الاكل واروح عند امي. يا امك ساعه ما اتجوزنا وانت قاعده عند امك تقعدي هناك اكتر ما تقعدي في بيتك. امي تعبانه يا عبد الله. امي تعبانه عمرها ما قالت اه، وانا مش عارف اعمل لها ايه. انت مالي اكتر من كده؟ انت اداك ليتك. انت بقى الموضوع ده مضايقك في ايه؟ لا مضايقني ولا حاجه. مراتي بتدي امها كليتها وامي بتحوش غلط، الدنيا ملخبطه. ايه امك بتحوش غلط دي يا عبد الله؟ يعني ايه؟ بقولك يا صباح انا بخرف، سيبيني في حالي، انا مخنوق مخنوق. ايه؟ خلاص الاكل، خليني اغور من هنا. خلاص يابا ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. طالما حمار ما بتفهمش يا واد. انا خدت الاوضه الكبيره علشان احنا ثلاثه، انا ومراتي والواد الصغير، انما انت حيالله
انت ومراتك يا سيدي. اما تبقى تخلف يبقى تعالى خد الاوضه الكبيره، وبعدين ده بيتي انا حر فيه. ايه خلاص يلا الغاو كور. ما تزعلش يا بليل، انا السبب، لولا ان انا ما بخلفش ما كانش اكلمك كده. لابويا كرهني في الخلفه من اصل، انا خلف عيل واقعد ازهقه في عيشته ليه؟ واجيب عيل فين والدنيا كل مدى ما بتضيق علينا؟ الحمد لله على كل حال. يعني مش زعلان يا اخويا؟ يا بت صلى على النبي. يا بت ازعل من ايه؟ انت بكره هتروق وتحلم ديتها، بس الراجل ينجح في الانتخابات وهتشوف الفلوس بجد يا بت. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انا يعني عايز اقول لك حاجه كده، ما تيجي نجرب القطه دي؟ اشمعنى؟ ابويا خلف فيها، يمكن يحصل لنا نصيب. بعد اذنك يا معلم جاب، ممكن نعلق اليافطه دي. اه اليافطه دي بتاعت الحاج لطفي اللي مرشح نفسه؟ ايوه يا معلم. علقها يا ابني، ده راجل طيب. بص علقها هنا كده. تشكر يا معلم، خد يافطه. امسك. مستنيين صباح لما احنا هنتكفي على وشنا كده يا اختي. بنت دايخه معانا، ادي احنا بنتسند على بعض. تعبت تعبت يا سعدية. والله يسلم قطرت. يلا يا رب من عندك. ايه ده يما؟ ده اسندي علي. حسبي يما، اسندي علي، اسندي علي يا خالتي. طيب يا اختي. ليه كده يما؟ ما استنيتونيش ليه كده؟ تخرجوا لوحديكم؟ قادرين تمشوا؟ بتيت يا بنت، مال عليك. طب اسندي. لا يزيجي كان جه من الصبح. يا صباح يا وليا يا وليا. ما تسمعي سعدك اللي زي الفرقين ده حتى واحنا تعبانين. خدوا لك يا صباح ودخلي. لا لا انا وصلت خلاص بتاعهم. روحي وصلي خالتك. طب ادخلك يا لا ايوه يا بنت، انت عبيطه يا بنت، كل شويه اقول لك عليها يا بنت. يما انت قادره تمشي؟ سعدها تشجع خالتك. خليك يا امي، 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 خليك يا امي. لو الناس في الحته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال ايه اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا دي الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا. اصلك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا لو انت امين شرطه مستعر مني، امال لما هتعلق الدبور هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليك مفتاحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره صدقني، تعرف قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو عز اسود. على راي امي المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا يا بنت. تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش عارفك ليه اخت اسمها صفاء؟ قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفلي على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. ما
مش عايز يعرفني على اخته. بلاش اتعرف عليها انا وانا صغير. انتي بتعيطي ليه يا شفا؟ حاسه بالذنب. انتي مراتي يا صفاء، اسونة الاول اسونة. مين قال كده؟ صفاء الجواز العرفي ده زي اي جواز رسمي يعني. امال ليه حاسه ان انا خايفه؟ ليه حاسه ان انا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه امي واخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجه. حرمنا نتجوز بحجه الشقه اللي مش موجوده. وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. انا مش عايزه اسمع اي خطب يا خالد. انا عايزه احل المشكله اللي انا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي أفضل معاك. نفسي أخلف يا خالد. مش خايفة إني أخلف. أبوس إيدك شوف لي حل المشكلة أنا. طب اهدي بس يا صفاء. اهدي، أنت مش مظبوطة دلوقتي. اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. أنا ماشية. شفت الخيبة اللي أنا فيها؟ اتجوزيك وسايبك وماشية. النمرة دي. ألو. ألو. أنا اسمي منى. زي ما تقولي كده يعني خطيبة اخوكي. ايه؟ هو صلاح طبعا هيقول لكم على الموضوع، بس تلاقيه مأجلها شوية لحد ما ياخد الشهادة. انا قلت يعني احنا بنات زي بعض واكيد هنفهم بعض. طبعا اكيد. اخيرا صلاح عرف واحدة. بجد انا مش قادرة اقولك انا قد ايه مبسوطة. بس بقولك ايه، انا لازم اشوفك. لا لا طبعا ما تخافيش، مش ممكن يعرف. بكره لو عايزه. ماشي. سلام. طب ولو عرف انك كلمتيها؟ ما يعرف. هو فاكر يعني جوازنا كده هيفضل سكتي؟ يا ضنايا الراجل شريكي ما تضيعهوش من ايديكي. مش هيضيع يا اختي، اطمني اطمني، ده لبدلي. ده انت في حياتك ما عملت الحركات دي مع راجل، ايش عاجب المرة دي؟ ايه اللي حصل لك؟ والنبي يا أم سيبيني، سيبيني كده ألعب اللعبة دي على رواق. والنبي يا أخ، شوف لي كده صلاح سعيد نجح. أيوة نجح وجاب جيد كمان. متأكد؟ أيوة نجح. رد بقى، ده انا عايز افرحك. هو ما ترد. ايوه ايوه، مين يا اللي بتخبط؟ مين؟ صلاح. ايه صلاح؟ ايه صلاح، ما انت معاك المفتاح يا حبيبي. معايا المفتاح بس ماليش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا امه، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. الف بركه. الف بركه يا حبيبي. الف بركه. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار. تمام يا حضرة الظابط. يا بنت كريم يا رب، الله انت صبر خير يا رب. تقدير جاي مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي؟ انا النهارده ملك ايديكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اكل، شرب، لبس، مصيف، اطلبوا. ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك ايه؟ عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين. ان شاء الله يا رب، بس لما ابقى نقيب ادعي لي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي؟ انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حبيبي؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميري علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا امي. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟
صلاح نجح؟ اه عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. اه هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضره الضابط. مع السلامه، باي باي. صفاء. الله، شكلي حلو في البدله؟ طبعا زي القمر، احلى ضابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. انت مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في الاسم. مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ اه خالتي هدى هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكرك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابي من غير ما تقولي لي؟ ثوابي دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت لابط. انا كنت تصعب عليا يعني بعطف عليها؟ دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته. يا نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حماره وغبيه، عشان لما واحده تكلمك المفروض تيجي تتصل بيا وتقولي لي ايه اللي حصل. انا اخطب واحده زي دي؟ ما شفتيش منظرها؟ لبسها؟ انا شايفاها كويسه قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان. ولما تيجي امك عايزه اعرف ازاي انت خرجت من غير اذن. ايه يا منى؟ انت نسيتي نفسك يا بت؟ عايزاني ارجعك السجن تاني؟ في ايه يا صلاح؟ مالك؟ مش بقولك نسيتي نفسك؟ اسمي صلاح باشا. مالك ومال اختي؟ بتلف عليها ليه؟ انت فاكره لما تعملي كده هعرفك على امي واختي ولا هدخلك بيتنا؟ دي يبقى بتحلمي لما تشوفي حلمت ودنك. ولا تكوني فاكره لما بطلع اقعد معاك شويه في البيت؟ بتطلع عندي تقعد في البيت والورق اللي بيننا. الورقه دي بقى تبليها وتشربي ميتها. ايه اللام يا اختي يا منى؟ ابعدي عن طريقهم، هفعصك يا منى زي السلطان تحت جزمتي. مش كفايه ان انا فاتح لك محل ولميتك من الشارع بتصرفي انت وامك واخواتك منه؟ ما تحميتي ربنا بقى. لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، المحل بتاعك اهو والبضاعه بلحها. صاحب المحل اظن عارف مكانه فين، ابقى اطلع له وقطع العقد، اصله بيخاف منك يا حضره الضابط. اه شغل الرجل ده ما يتعملش معانا يا بت. لمسح بكرامتك الحاره. انتي والمحل وصاحب المحل تولعوا بجاز وسخ. اللخت يا منى. الو مين؟ ايوه يا باشا بتاع الحكومه. روح شارع العرايس نمره 40 شقه 5 وشوف الانسه اختك بتعمل ايه. انت مين يا بنت؟ الو عمو. ايه يا اخويا في ايه؟ مالك؟ صفاء فين؟ ايه صفاء بقت عند خالتها؟ مش هناك البنت، مش هناك وتليفونها مقفول. صفاء فين؟ انا عارفه بقى حال ما ايه كان زمانها جاي. فضلت تدلع عليها لغايه ما ضيعتيها يا عمو. خلاص انا اروح اشوف مين. تقتل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته. هي اختك احسن من ابويا؟ انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. ما ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارفه. انا كنت بأدي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك صار عمايل في عيلتكم.
ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. اه كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتيني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنع حر رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. اه بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب بكره، بس هتنتخب لطف، خدك من حمزه ده خالص، وانت شرط، قول يا سيدي. امسك، اديله. أي خدمة. ماشي. تمام؟ بكره تيجي تاخد النص التاني على طول. ماشي. ادعي. 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 خلاص يا كابتن. اسمع انت، هو اسمع يلا، مش الرئيس تيجي بكره؟ طبعا اخرته وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا يا رجاله يلا. من الحارة المصرية نقدم لكم صورة حية لوداع أهل الحارة لإحدى الفائزات في مسابقة الحج السنة دي، الحجة نفيسة سيد أحمد. تقولي لنا إيه يا حجة قبل ما تسافري الأراضي الحجازية؟ يا حبيبتي أقول لك إيه؟ أقول يا رب كبرت خاطري يا رب. الحمد لله، لولا ربنا والبركة في التلفزيون وفي الأستاذ تمام، الحمد لله ربنا كتبها لي. مش عارفة بقى أنا أشكره قد إيه وأعمل إيه. يا واد يا واد يا عبد الله، يا واد عشان تطلع في التلفزيون. يا واد انا بشكر حضرتك جدا وبشكر التلفزيون وبقول يا رب كل ام تحج ان شاء الله. وشكرا يا مصر، شكرا يا مصر، شكرا.